البنات كتقلبوا لي على شي وصفه تبين لكم الجسم ديالكم كامل لكم غزالات نويرات كتحمقوا كذلك بالنسبه للمراهقات مؤخرا اللي كنتو سولتوني بزاف على كيفاش تخلصوا من رائحة ديال العرق اليوم جبت لكم وصفه بمكونين اساسيين واللي هما القهوه والشبه البنات هاد المكونين خطيرين كما كتلاحظوا راه خليت لكم بعض المقاطع المصغرين ديال الفيديو فيديو يعني بخصوص ما شاء الله تبيض علاج التسبوغات لا في الجسم لا في الابطين لا في الكوعين كذلك يعني وصفه خطيره زايد انها منسمه ومعطره بريحه القهوه وكتبقى هذه الريحه هذه تقريبا في لو تمنية 48 ساعه يعني 48 ساعه وهي الريحة في الجسم ديالكم كتبيض لكم الجسم تعالج التصبغات تصفيه تبيدو اترجعكم نويويرات كتحمقوا غير جربوها على ضمانتي وقولوا لي في كيفاش جاتكم بعد ما جربتو يعني واش فعلا نات الاستحسان ديالكم وش فعلا نات الاقبال ديالكم اولا لا وانا كنرحب بجميع التساؤلات وبجميع الاستفسارات وبجميع التعاليق ان شاء الله مرحبا بكم والف مرحبا وعلى بركه الله غادي نمشيو باش نتعرفو على مكونات هاد لاغوسيت هادي والطريقه ديال التحضير ديالها ولكن ما تنساوناش من اللي لايك لي لايك البنات فجروا الفيديو باللايكات مرحبا ونقول لكم بعدا مرحبا بكم والف مرحبا الا كنتو اول مره كتزوروا لاشين في قناتي وقناتكم اللي هي وصفات الجمال مع الهام دائما الجديد دائما الهميزات كتسولوا ما شاء الله على بزاف ديال الوصفات الطبيعيه مؤخرا اكيد اكيد كنعمل يعني كتر من الجهد ديالي وكتر من الطاقة ديالي ما هي شي قداش طول اليوم ممكن تبارك الله غير العمل وغير الخدمة ولكن هادشي كامل غير باش يكون تفاعل على في القناة وكذلك اعجبكوكم الفيديو فيديو اللي كنقدمو ولا اللي كنزلو في منهم قدر المستطاع وما تنسوناش غزالاتي من لي لايك ترو منهم واشتركوا في القناه مرحبا بكم فعلوا زر الجرس لكي توصلوا بكل ما هو جديد خليو لينا التعليقات خليو الاقتراحات خليو لنا الاستفسارات وعلى بركه الله يلا اللهم اي باش نتعرفوا على مكونات الوصفه والطريقه ديال التحضير ديالها والطريقه ديال الاستخدام والاستعمال ديالها فاول مكونين البنات هما الشبه والقهوه هاد جوج ديال المكونات خطيرين في علاج العرق وتسبوغات القهوه راه معروف عليها ما شاء الله دقه بطله في النمش الكلاف في في الحبوب يعني كتقضي على هاد المشاكل زائد انها كتمتاز بالرويحه ديالها ما شاء الله من السماء والمعطره واللي كتبقى في لوكور 48 ساعه فالمهم البنات هاد القهوه هادي هي اللي غنستخدم معكم هنا انا نسكافي سينو ممكن تعملوا هادي ديال استا حتى هي زوينه كلشي زوين خايبغي غير ما كاينش يعني لاي حاجه توفرات عندكم استخدموها بالنسبه لتاني مكون البنات غتحتاجي معايا الشبه ولا الشب بالنسبه للشبه يعني هاد الشبه اللي كتكون هكذا يا حجره زوينه في تبييض في علاج عفوا يعني كما كنقولوا اول حاجه واهم حاجه هي العرق ريحه العرق في الصيف كتكون كثيره ولكن احنا ما كنهضروش على العرق العادي تنهضروا على العرق المفرط الكثير اللي كيكون عند البنات ولا عند المراهقات خصوصا بشكل كثير 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 بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش يا البنات بالتالي كتبغيو شي حل كتبغيو شي حاجه زوينه شي حاجه في المستوى ديالكم فهادي هي الوجيبه وهادي هي الوصفه ولكن كما كنتهلا فيكم فتهلاو فيا بحاجه وحده هي اللي لايك اللي لايك لايك منهم ومرحبا بكم بالنسبه للمكونات الثانويه اختاريت مكونات اقتصاديه دائما كنمشيو في النطاق ديال الاشياء الرخاوه الرباخه ديال الاشياء الاقتصاديه والزوينه بالنسبه للقهوه والشبه معروفين الفوائد ديالها بخصوص يعني التبييض وعلاج التصبغات واللي يعني لي كل المهم كلشي كلشي البنات كتعالج يعني جميع المشاكل بالنسبه لهاد المكونات الثانويه حتى هما كيزيدوا يعطوا الوصفه فعاليه اكثر ويزيدوا يعالجوا لكم عده مشاكل فالمهم بالنسبه للمكونات الثانويه غتحتاجي معايا الزبادي ولا اليوغورت يعني واحد المعلقه ديال دانون مسوس من, من الاحسن ناتور كناخذ أنا, انا ديما هذا ممكن تاخدي اي ماركه بغيتي ما تحتاجي معايا كميه ديال الكركم اللي هنايا كنكون انا طحناه عند العطار ولا عند العشاب يعني كان ما كناخذو كان طري ولا طازج بلطو كيطحنوا ليا هو ما كناخذوش مثلا موجود مطحون لا هداك اللي كيكون موجود مطحون صراحه ما زوينش ما به يعني ننصحكم عفوا بحاجه اللي هي زوينه وكركم اللي هو يعني طري يعني طري كيطحن على اليد كيكون بنين وكيكون مازال فتي لا في الماكله ولا في الوصفه الطبيعيه يعني الفعاليه ديالو كتكون حاضره المهم كما قلنا الكركم بادانون والقهوه وغادي تحتاجوا معايا ان شاء الله الى الارز باودر الارز اللي ما اي بيت بحكم الفوائد ديالو ما شاء الله اللي كيمتعنا بها والمزايا ديالو اللي كيخلي لنا على لو ديالنا بالنسبه للرز اللي البنات اللي كيسولوني عليه بزاف هذا هو اللي كندير ها انا جبتو لكم غنوريه لكم هو هذا البنات احسن رز وافضل رز بالنسبه ليا كنعملو حتى الابنه ديالي الله يخليها لي ويخلي لكم جميع وليداتكم آه يعني كيجي بنين ولديت صراحه سواء يعني كما قلنا البنات استخدمناه في يعني في الماكله ولا حتى هكذا طحناه في الوصفه الطبيعيه في كلتا الحالتين كيجي بنين ولذيذ المهم غنحتاجو كما قلنا كميه ديال الرز المطحون اكيد يكون كيكون منين ومطحون مزيان على حقه وطريقه اخدي معايا ان شاء الله واحد الكميه من الحليب المجفف او الحليب باودر يعني الحليب نيدو اي اي ماركه الحليب المهم الحليب غبره غادي نعود معكم البنات المقادير القهوه الروز الشبه الدانون الكركم والحليب عفوا الحليب المجفف يعني الحليب نيدو وشويه ديال الماء ورد ولا ما زهر على حسب انت شنو كتفضلي هذا الشيء اللي كاين هما هم المقادير يلا هم معايا ندوزوا طريقة التحضير كما كتلاحظوا البنات الحمد لله دائما في اطار ولا في مجال الوصفات الاقتصاديه الوصفات الطبيعيه والوصفات الرخيصه ما نبغيوش نمشيو لكم شي حاجه اللي هي غاليه اللي تقدر يعني الانسان ما يقدش عليها ما تكونش في الاستطاعه ديالو الله يحسن العون على كل واحد كل وحده وكل وحده يعني شنو كتبغي في الوصفات كتبغي غير شي حاجه اللي عندها داجة في البيت ديالها ما تخسر لا ريال لا جوج فاكيد هذا الشيء اللي عليه البساطه والبساطه الحمد لله فاش كتكون كيكون عندنا كل خير المهم دوزو دابا لطريقه التحضير فكتاخدي واحد هكذايا الاناء وكتضيفي منو كميه ديال القهوه تقريبا معلقه وكتزيدي شويه ديال الحليب المجفف اولا الحليب باودر وكتضيفوا كميه من الشب او الشبه اللي كتكون يعني مطحونه ولا منيله مزيان على حقها حق وطريقه هاي. هي وغادي نضيف شويه الكركم لي كيكون طري يعني انا ديما تنصحكم به في جميع لي فيديو ديال ليلى غادي تشوفوا انني تنهضر لكم على الكركم الطازج اللي كيكون يعني نتوما اللي كتكلفوا اولا العطار بلتو اللي كيتكلف لكم بطحن ديالو اما هذاك الواجد المطحون ما كنصحكمش به دائما تنقول لكم راه يعني مزوين ما زوينش وما مفيدش كاع نهائيا المهم البنات هانتوما جميع المكونات اللي عباره عن البودر يعني ضفتهم هنايا غادي دابا نخلط كل شيء بما ورد عاد من بعد اخر حاجه كنزيدها هي معلقه ديال دانون اللي كتخلي لي القوام ديال الوصفه عاقد وفي فحال الكريم يعني فحال شي كريم مشيت شريتو القوام كيكون غزال وزوين ومنسم بديك الريحه ديال الماء ورد ولا المزهر على حسب الذوق والاختيار ديال كل وحده وكذلك القهوه سريعه الذوبان على بركه الله يعني هذه الوصفه البنات كل من جربتها والله القسم الا غادي توليو مدمنين عليها انا الصراحه ما كنتش مجربها ديجا جربتها قلت علاش لا ما نجربهاش بحكم انها زوينه وكتمتاز بمقادير اللي هما خطيرين ورائعين بخصوص التبييض ففاش يعني حتى انا شخصيا وليت مدمنه عليها يعني ديما كندير للجسم ديالي كامل تحت الابطين بين الفخذين كيكون اغلبيه عند البنات يعني فيه تسوس وعفوا سواد يعني تسبغات ولا سميرار بلوتو وكذلك ريحه العرق اللي كتكون مجهده عند بزاف ديال المراهقات في هذه الفتره هذه وانتم اكيد راه خليتوا لي دي كومونتير انكم كتعانوا من هذا المشكل فان شاء الله غادي نحلوه بابسط مكين وبأرخص مكين. دا ما كاين وارخص ما كاين دابا غادي نضيف معكم كميه ديال الزبادي ولا ديال دانون مسوس هانتوما كتخلطوا مزيان مزيان هانتوما البنات هذا هو القوام ديالها ما شاء الله شوفوا قوام عاقد كيحمق دابا غادي ندوزو باش نطبقوها على اليد ديالي هانتوما كتطبقوها على اي منطقه فيها السواد كما قلت لكم صالحه الجسم ديالكم كامل بعد ما كتطبقوها على الجسم ديالكم كامل كت يعني كتخلي حتى تجف تقريبا ما غتاخدش وقت طويل في الحمام كتاخذ 10 دقائق في الدوش كذلك نفس الشيء ولكن في البيت كتاخذ 15 دقيقه حتى كتنشف بالنسبه لابيت ديالك ملي ديري ليه هذا لاغوسيت هزيه 10 دقائق الفوق حتى تنشف لاغوسيت مزيان تحسي بها نشفات وكرمات فركيها ولا غسليها بصحتك وراحتك هذه هي الوصفه ديال اليوم يا البنات والله القسم الى خطيره وصفه اللي ما غاديش ندمي عليها نهائيا اللي غادي ديريها بالعكس غادي تحسي بواحد النعومه بواحد الانتعاش بواحد البروده وكذلك اليوغورت او الزبادي كينقص حتى من الحساسيه ديال الجسم ديالك صالحه البنات حتى الوجه الا ما عندكش مشكل مع الشبه ممكن ديريها الوجه ديالك سينو ديريها غير لو ديالك لان الشبه شويه كتنشف في الوجه ولكن بفضل الزبادي وبفضل المورد الحمد لله الوصفه مدسمه وميدمه يعني ما من هذا المشكل هذا كاع فهذه هي لا ديال اليوم نتمنى انها كانت خفيفه ظريفه على قلوبكم ونتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم ونالت الاستحسان ديالكم ما تبخلوش عليا البنات باللايكات لايكات لايكات واشتركوا في القناه فعلوا زر الجرس ونتلاقى معكم في فيديوهات ماجيه الى اللقاء